الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد نعبد الأصنام. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم زعزلينو غيوناو يدوا يم بيها سيدنا إبراهيم عليه السلام ييومبا بعد يا وسويني هرمان جانوا يدعي هانسي نزاها تهاجا لمنها إسماعيل بعد أمو أمو بزد وزينو نيزم سبحانه وتعالى يتي يزرعك لأرضي بعد ما هنا زي نعمة وكاو نيزم سبحانه وتعالى هزفني لأمانا دم نيزم سبحانه وتعالى هجبر ونسوذ الوعيزو أبغى ندعوك يا أبغى بمناسبة أو رلاسيو بين نزعة زينو نزعة زمانو أو كاون يوانون لوبا كتر مكرمة بها ولو ممتي ولو أنا دام مونغوني مزي نعمة ميزي ميوفاني لياني زود إدوى يا إبراهيم عليه السلام أو كاهم صليتي أو ويدو عيو نايجا قبالة أو يومغوني مزي نعمة وكاون ميزي مواكا هدازي مويتينا عصور الرجينا Nada ya mweze bingu, ne miri, neze bahari, neze meni, ne no mwezi, ne lejua. Aba hayi nungu mwe nema ya hedua ya Ibrahim alayhi salamu, wa ya ubedea ze abu ilitukufu, zike na kheri nruhu, zike na uamani na usalama. Ibrahim alayhi salatu wa salamu, wa inabii mwemweze nabii za mnyezi musubuhanahu wa ta'ala. ابن كثير رحمه الله تعالى من البداية والنهاية أريد أن يسوك بين هاهين بين يا نبي الله نوح نبوة مشيدة فنقول لما بهاه أتجي وصف النوح عليه السلام نبوة مشيدة هل أريد أن يسوك هزرين ونانيوين يمزيما هدوكار ناحور يمزيما هدوكار هاران Kukwaja kawaran kwa hulti shangai kwa mbazina yaani. Anafema na nyawi hara nyoi wa hindi yaza Lut. Awa Ibrahima imba gawa Lut wa kaya na nyawi mbaba. Wa hindi yaza ya, yaza Lut. Baiwa walimutu kufunye zimu subhanahu wa ta'ala yufajile Ibrahim. Baala Ibrahim alayhi salam wa nasuli wa rambi ya ukaya kabati nabiya haja illa hatuka mjuhu wa haa. فسنا بيا جبل إبراهيم عليه السلام صلوا تقايم جهو وها يوم من الموت كوفم نيزم سبحانه وتعالى يا ينفني ليا إبراهيم عليه السلام لو مشيد البيل هو نزيوني هزار دهو في شابن كثير هرجه شكاية هزالي وبابي بابي للو يركيبها هزالي ويهو هايشيهو بعدهو هروهايا ودينا مبداهاية na imana hema na Jalut waka uroha tawaliwa wasfili dahu beti maqdisi ulo falastini ya wala wali wa ishi hivo baada hawa Ibrahim alayhi salam na Quraniro nisanro
kayahalola emrumshahe wa mwando Sara ndumshe huo kajonda mwana waishimaha na maha ta Sara waende yara lishawe nukaya emjahazi watu wa ihaja kiriu mloole laanda lole kama pio hunda mnamona dizo Ibrahim alayhi salam halola hajara nizi mkambi mwana wa mwando endo Ismail bada Ismail ya zara nizi mkuharudia mbushiri yokaya na uzadi wawili mbafabesharnaha Ishaq mujuka hunda mwana wa saya na mujuka hunda Ishaq mamwarikina wa rolesi wakaya baina ya Ismail na Ishaq na utakriba maha kumena miraru ya kamili maha kumena miraru ya kamili hata mtatewa ishi yokanu yoka uzaya hashangaya amba aalidu wa ana ajuzun wa hatha baali shaykha inga mungu uzaya inna hatha la shayu na ajibu inu basta ajabu chamyezi mwabahili amba ata ajabina min amri lalala inu basta ajabu nizu mnyezi mwando ya fali inu rehma ya mfajiri ya wani almuhimu Ibrahim alayhi salam baada ya zaliwa ya Ismail Hajar halisobenuwa wana alama ukamaniyeti mjahari shayi mrumshe jehe disara lo lo mrumshe sati loolo atizaya wama ha itongeza ndatesa ramari hamejehe rohonari ngo makibrushe saiti ya bala yende hata yemba mbaya hatuwe kwa nukaya hafa tatumarumo na hata mtoe mji Ibrahim alayhi salam aragemza tihajara ni mwana Ismail na yenge mwana wamsiwa wanyungu wenziyata wa waswini harungoi mahalali ya baada uloma katamukama baada hawe enida mwehanti harumajangwa nito miri nito maji nito wanadamu Amwe hati bahanu, amwe hati na mbama jihubunu, amba mbiyolo na mbama jihiyo, amba mbiyolo ni ite. Ndata mba yewe lola. Imu nukai hati wa mjini, na mbiyolo ya mbiyolo ya aja. Shado haru mali jaba gino. Ibrahim kanyamfiya. Ewa kwa roto nubi wano, Ibrahim kanyamfiya. Ndata mbisoka ya Allahu amaraka bihaba. Wano mnyezi mwini ya uamisha zinu. Mbe Ibrahim amtibwaga lila mna hiyo. Nyezu mwili ya mbisha, katila hajara lade. Kama kini hiyo roho kamu, nyezu kajuma mbisha ure. Hajara takibana, lele mwana ono. Mwuma mso, nureke baba jina wa hino. Hata ya baba jine jenisa. Ndatafa nye hamu ni mwana ola, wajuka hangamia. Hajuha, utwanga laenga mlima uloho ula, هذه هكاهي عمرنا لما ولا لعل يونيوان يشميز نم لبا ماج هذه ولا كجونا هذه هذا نم لما وصل له مهسيه هذه هكاهي عمرنا لما ولا دين نم نيوتنا بتو تمانية يونيوان وموي ومني كم ماج نم نم أنا ولا نم لنا ولا جبتي متوليلا هزين زايا دعوات ولا شكايا هفني نم نيلا كلهم فكر فكامي Hei wakati ya lobo hariye na mbagiyo mami hili ya vizea ya hebu mdi majuhu. Bahe maraya fukari, alikatuisha mkutimu. Kata katuisha mbibri hili sao. Kwa siyamana, ajia hondwe majia zamu za mwe sayari. Ajia hondwe majia zamu za mwe ya heya. Bahe ya heya ya hafanya, alakekafuwa ya zingiiza. Yadi ya majuhu ya bakibana waka ulogu. Bahe mtume sallallahu alayhi wa sallam mukaya. Imasikili mdaza hatu. Ingi haka haya buli ya simro. Madi utoka alistere. Ingi haka haya buli ya simro. Yatoka ya liende ya winji. Umro wa baraka uo. Chihafanya. Haya dhazi za hawa. Hei kima mnyezi mgu ya kahanza. Ngawe ya hawa. Katila mdaza hatu. Hajar wa batibala ya Ismaila. Hei kima mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Waka wa rabu wa mi ragula watuona zendu ni wazendao wa juhu wende wakazi la katsu ndagule wala wanumalo wano maji watengele ya bala wajawa wapansa bala wataham dhatafu ruhu toka ya eka rabi wabaki manusi nani vahaba mbili wabaki ya watita
ndoban warabu wahele juwa kapanji kama warabu woga kiambili na warabu wahuma kwanji wabaliyamani na warabu wahele juwa na warabu ariba na warabu mustariba Ismaili alayhi salamu wa dakibana atahakuwa wa mloza wanaha wahali bimani ya kusumeshi arabu Ismaili alayhi salamu wone ya zaya ya kawjuhuwa tabtumi sallallahu alayhi salamu wa dakibana ونمتوم صلى الله عليه وسلم ويمجوه إسماعيل ويمجوه إبراهيم عليه السلام يوني أسوي ليهم جنمنا أكفاني ودكي نمنا إيو يا أبو واتقوا ويني نوي جزاتا ومجوه باكيه نمنا ربوكا يبادة بها تقريبا بها كومنا مرار وكتي إيو بدا إبراهيم روها أما تورا سيولا atazeri wale zone soka ya harejei ya jambo ndo Ismaili salola yuma miji na ukisho juli hanao ajabu sem rumshe ajio da unika juli Ismaili au sem rumshe enga ni jembo mshadi soli ile zeta kuzimu ile zeta ile zeta ambeke mtu mao haje mtu mboga yugairu atabata darihi ujoka na dabilo mwangu ile daula ya bako timu ile Ismaili wewe haja ya mazuri mzile ile kwa baba hangu wakati ambapo grace amras kiswahili tena ivumu إذا هو رجعي هرجعي هامبرد منا إسرائيل أولا أنولا منا هو مهمنج. أبدي هجراي رمشاهي يا كائن إسرائيل وزايا إسحاق. بعد أوتين أنا بقول وزوج إسحاقين وكايا هنولا ورشة وساتين وزاوا نواصل. شو هو القرآن يانزل وجود أنوين. إسماعيل نا نا إسحاق. إسماعيل وكايا وين باي وهو رب وإسحاق وين باي وهما يهود أو كان إسحاق وين يزا يعقوب يعقوب وين كبر إسرائيل عرفوا نوى يعقوب وين بني إسرائيل يعني يعقوب وين بقوا يوسف رجعوا لكيسو إذا نهوي أبو إبراهيم أو رتب فوكايا يدم بابا وهو رام يدم بابا هبا لإسرائيل يعني من رياضه سبازاي فمياهاه وين يهتا يجي وسويني كثيرا نشوك صلى الله عليه وسلم أتجدني أتجدني وين نيزم سبحانه وتعالى أرمو القرآن mwalimu mitumeka au angepila siji hamu Qur'ani Ibrahim alayhi salam hapo mulaha wake swazinji sinazoka wao mwalimu ulazimu mina rusul kwa sallallahu alayhi wasallam Nuh Ibrahim Musa Isa wao hamba ulazimu bali hapo aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yakagumbwa na biwahi Ibrahim alayhi salam zije harmasura zinji au kama jojo wone kiswahili hahi baada ya jondeka umoya hahi watipo habuni masanamu ya kokahili mahabi tamathilu lati antum laha akifun yona mfanyao ni jumo tu habuni ya masanamu au wa bahili ndi zorona na wabada hatu mbege ya mtu wole kama mbege ya tabati ndi afanyia kiswahili haya tabazayo tipia madile kuu harangele soha hamkaza walau waje waondazida wa muzisa ambaye na muzisa ubahi ni hali ndio kile kiongo wa baba na kaudu mwa budai na ina o bahalo wapi wanda mungu rendo malaba juka wiye karongo na yeye na mchukua buda masala ya sorongo ufil lakum wali ma ta'buduna min dunillah afala ta'qilun wani kamnaki emndu so ya tumsujwe za jirima na kama mafuria wote bada wafanya zila wabawa mbisa usha mnyezi subhanahu wa ta'ala bahili ya naru kuni bandan wa salaman ala Ibrahim kwa sallallahu alayhi wa sallam mnyezi subhanahu wa ta'ala ardiha rabia kiswayahi na babaha ya kafanyahe ni jitihani yotibia ili babahi ya sili ama ya abati lima ta'budu ma la yasmau wala yusiru wala yugni anka shay'a mumbaku nala shaytani basi na ushidani ufanile mambo mwezi mungu kabuja amini ha
بل يديها كعبا سوف أستغفر لك ربي أم تتخم سابوه من يزم سبحانه وتعالى يزم سبحانه وتعالى سينا هرولي سي حواريا هاي نبجاني ليلو يا هاي لأي الفوم يا كوقتي يرقنا نمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فهيام جبوها بهلي قال أنا أحيي وأميت أنا أحيي وجو كوي شوانا لهم إبراهيم بهلي فإن الله يأتي للشمس من المشرق فاتي لها من المغرب كما هو كوي لجوا لو هي لهم على ليه ليه أو إيه لو زالي لو بم يزموها وليكو جاني لو بولا إني نالفوه لا جولة نريوني فهويت الذي هويت الذي كفى يونمنا يا سايام كاو من يزم سبحانه وتعالى أو ليس يقصى يا إبراهيم عليه السلام يزم سبحانه وتعالى هرم القرآن سينا هرم نسي قصى يا هاي يا كاو ليس يا إيماني جي يا هاي نوسلم أمر وهاي وفرنم يزم نادم بريا وسولي مهام الوشين يا وامانا يا وايام تنزي يا قبال إني أرى في المنام أني أذبحك أمير ملوك يا هو إسماعيل تر تعبيري نتعبير يا نبي يوحي يعني فاني وما نباهي ها وما نوالي كنا طعام يا أبتي افعل ما تؤمر فنيزم نيزم يا أمريشا ستجدني إن شاء الله تا يقيس لنمني في مناو أم يزم سبحانه وتعالى جبا وفليناه بذبحين إيو نمنا يساتين أم يزم سبحانه وتعالى يا فبوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى القرآن أم يزم سبحانه وتعالى هرمي سيدي سوياء يتينا وقت يكولي الكعبة ليسي هنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تريد أم يزم سبحانه وتعالى هم فميزة بإن إبراهيم كان أمة إبراهيم هو يواي إن أمة كان كما رجع كم رمزي مجيني شاولين على رمزي كان يوكين هجر مهاي هيل مهاي هي عقلي هاي يرجع كم زيما شاولين على نمرايا ولين على نانسي كان أمّة كان قدوة هكما فنوا دونها هذه آية سبحانه سفوا بهني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما إذن آية زنجي وكما نزل سبحانه وتعالى هفنبوين بيوها هي ومجمزتين دينا يبيا نزل سبحانه وتعالى بأرني كيف تحيي الموتى نونس نمنا كوهو يشوه هافا أولا بتؤمن يقول كجامين أجيبوها بهي البلا ولكن يتمئن قلبي إذن يقصى إبراهيم عليه السلام من القرآن ونزوني وليسا هوراجيها كوها كو هو مهم وهم أنا دموائي نتقف منيزي ميمنكاو يداك يا بكايا واتخذ الله إبراهيم خليلا هم تنقوا منزاني نيز سبحانه وتعالى يوتمو هو ينزاو حمد لله وانت ني وان بني ابراهيم عليه السلام نيز مو ودي اثر بكايا واتخذ الله ابراهيم خليلا اذا ام نيز سبحانه وتعالى رب نيز مو يرينيك التوفيق لولزه بركه زي نبي زينو جراي شي سيناو حرمه بيو ان شاء الله تعالى ابراهيم عليه السلام يا وصيني القرآن يقول سورة ميزة إبراهيم هي من ويلو أو كائن أبا رب جعل هذا البلد شهر أي رجنا رب جعل هذا بلدا إنه أبا هذا البلد إلى أبا هذا بلدا أبو هرم وقالية دواء يوزيما شي هذا بلدا حكوه برابي جاكا منجي
jaiyo bantu bantu bake mji mwema wa amani obesa bantu mji abangu juko kado mji wa baka hadhal balada na hiyo ndiyo jambo hili hiyo ndiyo jambo lazimu wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalad amina bantu bantu wasema hatuwarekeni baladina hadha khasas ikamu janzo hani kunama za mroji na Mungu ni mwe imani ya mwanadamu mbranzo hao Mtume sallallahu alayhi wasallam wa makawamu wa hata wa mtajisha hata basi yapo ya kuhajiruha Madina mtuluha ndo kausha ba hai mtuluha ndo kausha ba na hiyo kwa wenda ka Isaya ulukaka na kuona Maka habusu makaba wallahi makamu juoka kabati mahalani jiwaoni mwana we kabati mahalani mwanzao ana mono ngeti da waka won kolo ya won dumu jeto yudi mahaba ya no mahala ngeba no hukul watu ni mali imani sila kwe kishu na mwako kaya inasi hadithi ya thibiti che maana yo kwe au kama ni kama mambo wanzo watu ni wao au maana ndo kaini au mwanzo mjano juwa zaliwa Aka ujua urambo kaya umanuwazani wa oti vema, isha ngra hafu. Chambi suruka kwa manama toshe, umato kwa imada uwazalo ya. Tijia mkwezi? Manama toshe, manama uwazalo ya. Yone tafsi. Yone tafsi. Change baka wajamu mwema, watu njoka mwema. Ida ndarabenzi ya. Wa idhala Ibrahim, rabbi jala hadha albalad aminan. Mfumi wangu na mwishelei wa ifkana na mwishelei aweshelea o wakati Ibrahim ya laukaya haunga mnyezi mungu Rabbi ilu mfumi wangu ijal hadha albalada amina jaini yao mjiumu ukemjiwa amani na usalama ijal hadha albalada amina ibaraka ya hedua inu Ito bakata ila yome kiyama. Tumu sallallahu alayhi wa sallama. Harabi ukaya, ramaka, ramadina, ilumiji mitukufu, hainim. Ya la uzafani nangozi tufani wa harme mijiniyo miini, alayhi la'na kuhwani, wal malaikati, wal nasi atuhi. Si haini ya la makaha ulukaya, tenziwa, yuje kati mnuga tajuu, mnuga yitusa. Mnuga jambi ya ilimu. Zindu wa kostele dunia ni zindu wa zilo maka. Yodi baraka ya hedu wa hii. Rabbi jala hadha albalada aminan. Jailia. Omji unu ke mji wa amani. Abuko ka mji wa amani ya unu kwa onraloe ya uwa nshimu. Onraloe ya uwa kiha unafasia. Onraloe ya uwa utawaliye. Waki wanwa jukane rubi nao. Tasukezo pia yodi amani. Okaya mjuka uja wakati wanadu uja weheji. Abake amani kaita anu kwa wanadu wa waji. Ika kabuti nafasi ya wanadu kwa wanadu wa waji. Mwenimeze mastarajabu za mjezi musumuhana wa taala. Na mjezi mweka na mastarajabu. Chama mwenimufo mahali. Di nafasi ya uja ingulia anu kwa mleka rababia suhudi. Okaya wanadu reone jifera. Ya wanadu wa heji kabla maheshi rilivano na wanadu wa yeshuwa ba. Elu joka yaje milioni bili za nada ya. Ngeba na kumuri duwa rese huwa nguwa. Ha? Ewa nguwa juwe shije. Ewa juwe lendini. Ewa juwe lana nabi. Ha? Kwa honweda wa ule nafasi yokaya. Haini marungu wa juwe tasawaru kama wanadamu ya ihune. Hani? Ata mjiwo suku zima. Ata mjiwo arafa. Ata mjiwo suku zima. Ata wifingi yo. Ata mjiwo suku zima. Haini marungu wa juwe tasawari. Nyezi mgu hai sabilisha. Mtuwe shedeba anayeshi sumudu kama usiku. Wajonja dukani. Uhundumu katuo hii sabare mihaji hija. Awesu karibu mbu sabare mihaji hija. Izo mbini yonibini za nadamu. Mwa umaka wano wazima. Ujajyo njadukani. Uhule kredu wa miloke hii sabare wa mihaji. Na udunia. Yuma mwini mweze rongo. Uka wati mbile kwenye zimu nenti. Yonenemu na wako preparaya jino. Ujajyo pa. Ngahono. Usimu fuwa he. Uwa rasidi hanao. Unwa rado uwe jino. Shabel rumula.
ni mahute juu ya mwanadamu abada ukabala kaje jise hisa ana sema ni sahasa ya heji jeo atende jipo hisa baada wakati watu wale zabira ni zabira na Aisha wale komisura heji ndani sasa hizo pia ni zile baraka ya dua hiyo rabbi jala hadha albalada amina wajnubni ule ule wabaniya na mimi wana hangu an na'bud al-asnam wa na'bud al-masnam ndabule ni ibada hiyo rabbi wana bali kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubali dua hiyo kwa sababu mwanadamu ya kwa Mungu asana ila na wote sidika wale manza mwambele mwanaha bali wanazoona bukaya izomo ngoni mwezi rongo wa baba na wazazi walazimu wake ni sio daima haidi wakati tu swali twale manza wobele wana wa njema okay dua ya baba ni ya mzazi yoke rejiziwa ile mtu sallallahu alaihi wasallam gotoka ne mwana utuomba shonga shonga ta haju hachonga urudusha ndaye walofunga wala ni dua hao ile dua kushonga kushonga ni ndaka ni badala ya ukaya wapi makalimatu wa habishia mdani mwana mzakini mdani mwana wa adalu nishe ngena hida nishe mutadishu shala anda wa mikalima jemabala nwele kubali wa mnyezi mwa mbadili rafungo tozidisha wa mzidisha wa mzidisha inu lumusi inu jawa inu jawa inu jawa ajuhenu husaila hauzingamana mwini moji 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 istangwa moji tu ni dua ya mbada, ni dua ya mzazi, ataba na ushawani mizingi. Zithibitishawe hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo, yukaya, ni dua hiyo kirejeziwa. Nungi ya muna renge, osu ya uo. Basa hivyo dua ni mazi fani. Ama wajinubni, wabaniya, anahu la nasuna. Tiparoo na video tiyo, ya mwana msiri, ya data, ya fanya doktora ya medicine. Yetwa bibu. Nafenda haka uka ugusiwa. Na hii haba ukaya inunde dua ya mza zaha. Na mga mzambu na minga mima kinukezo kukile aliyone hendo wejibuwa. Aka mza zaha mbuna zimu na mso pili leti na atoro ni papa. Kwa doktore, hivyo doktore. Nyezi mwa jibuwe dua hiyo nizo hasumu hatwa bibu. Aboge, zahile manano nizo Eni kwa tuju susi jidani. Yaro. Kumyezimu. Mwanangu wala mu. Gemziro. Mhaulie. Katu kirelele koli. Kahene katu endewa. Udungo manhaji ya Ibrahim alayhi sallam. Wajunubni wabaniya. Anahu lela. Kedu hao. Ngejuka sababu. Mnyezimu wa hifabe mwanaha. Ngejuka sababu. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا لم يكن إلى غرور بابا ومزازا في جمو بليه ونعبد الجيما. قيل في موسى لو كم وطبيعة جيما لا أخلاق جيما. أو كما أن صلاح الآباء كم بلغي مهما يوكا سببه ونوكا. Na sina wanawalu marahoni hatu, no vijini hatu, wapote ya hasiba kundu wa wazaya, kyo wa wazaku watu tukama na mundu watu mbeza. Watu mjua. Muda parole koli, edako kia mwanake nalila katushia, mwanake kia 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 mwanake akhlaqi ya boloni jeli ko yore na matem jubu ba kon ko ta ko ida tem jubu asbabu de dem bay wa amma al ghulam fa kana adawahu mu'minain asbabu de wa msawa yi ha bakasi e monare de harake mko asbabu de wa msawa yi ngon ula tena wa kana abuhuma salih Ile leo kaya
كان لو كان سوني توالا كبيان ينام دموي كان لو لا لا جيتوال نالا جيتوال بل كان بانتوا بمزوا نا نالا جيتوال نورنس نالا جيتوال نورنس وكايا او بوتي فوا هابو ngojosho piyowa wakatoa na utuona wadungu wakatide sana ngo wiso mako ya kaya na umui ngojuka hivyo tuwa bata na wala wende chongeza gumbada diyo kiri wakati wende chongeza gumbada ilani wajunubni wabania anamu ya nasuna nire hule ya mino wana hangu neze tuwabia ambi zolo wakuda ya masonamu baizo kaltelingana na mbubenza wakini ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ينفهم يقول إما سلام يانو غير سباب وانروجي وانغمية غو وانيو واندو فومي واو غو وامو كاشتي جاو واندو وجو كورا سيدي شو هني دام يزيم نابورا وانورا وان وامورني أبو وانغمية ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس Dema sana muyanu, yangamiza wangu wenji. Faman tabi'ani, ejundunga, hani amini, fa innahu minni. Abu wane eduza angu, wane mroha angu, wane mwazani wangu. Kambu silamu, ema haba ya hae, yu yafanyaha mnyezi mungu. Ikawa na kumano, yu manahiri, hamnyezi mungu. Innamal muminuna ikhwa. Harbuwa vya mfukare, chuma sallallahu alayhi wa sallam ya mungu wa ukaya, wajuka harmungu ni wafnyezi mungu wa mtuwa kiyama. Mbawara julani, tahabba fillahi, ijitama alayhi, watafaraka alayhi. Duwa rwaini, waanzana hamnyezi mungu. Wakaula wanawala wana hamnyezi mungu. Wanduwao wajuka hamungu ni wa mnyezi mungu wa kutuwa kila ma. Shoo wanzani wa josho. Mnyezi mungu wa ba al-akhillahu ya uma idhi nbaadu ni baadu na aduhu ila. Wajuda wake mabima kutuwa kila mafana za wunani. Khaso tanika kawajaka wa bila na kweli. Ila abu wanzani wa kweli wa dunia dole wa mnyezi mungu. Chaye kweli kwa hundudu wa ba, mnyezi mungu na rifa. Kwa hiyo ndugu manone mwananya, ndugu manone nduguze, ndugu manone jirani, baro lange serse minga biupetese, abogazi. Na swali jamae na mi hata ya duiwa hangu wakakate parti ya hangu. Subhanallah. Na wale mlevi mtu swali ye mwanzani wangu basi parti nzima. Subhanallah. Luka faziro. Subhanallah. Luka faziro. Alwalahu yakunu lillah. Walbarahu yakunu. Yakunu lillah. Emrumendo mwanzani wawo na kei mwanzani wawo hamnyezi mungu. Uumienge hamnyezi mungu. Kati nina mnaiyo wa mwendo na ayu. Deshe tijule deshe. Wa mwendo na ayu. Nasi kasi hule hamuka ni huu. Nasi hule swafi. Nasi wanuomu wa duwa. Famantabiani fa inna humini. Yani dunga. Wende nduza hata mwono Yunus Nuh alayhi salam habidoke mwana woy yweti mwana hao inna hulaysa min ahlika yweti mwana hao yweti mwana hao nishi ya humzaye shahadu mwono mrajina yweti hiliyana kumurelewe si baisilamu yweti hiliyana kumurelewe si wakumori ranzane hamnyezi mungu kale mulungu faraka mimi mwana nyuho ikengo mfakirikiandai hado hamnyezi mungu basi chatu yebaftia ni namna lionao nasinda la jaka romeka wata kazi ndio hamishia subhanallah sababu batani ya dunia nchini kwa rafiki shabaha mungu subhanallah ila kwa rafiki shabaha faman tabi'ani ya dunga fa innahu minni waman asani fiya haraya Shiano hiki baya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ito la kumande kwa wana aswani faindahu leisa. Kuti mnudani. Jano.
شابين ومن عصاني أبرز بجسمه فإنك غفور رحيم وبجسمه وين من يريح الله وين من يزوجه مفاني يدعو على الله وبجسمه سبحانه وتعالى أتلو حديث يمشي صلى الله عليه وسلم يفناه نهديه شو صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى البيا يهون معها هو جن جابوني بديا عراي ما قبض وهاي بديا يا هراي وصدقه زي سقيرة من يأبى يا رسول الله يقول بيا هراي شو صلى الله عليه وسلم جوابه من أطاعني ejoni toyi da hal janna mujo jabe woni wa man aswani che joni aswi kada bada hal nari aba faqad ada allah rai yumur ngena kuma yani kwe mitume kaka jaba man aswani da hal nari afran sallu amra samje zimu yede yu haba da inu yu wa illa si yaqiyahi e aya kaula biki ye famali famali faman tabi'ani fa innahu minni ومن عصاني فإنه ليس مني هني يا نونغا ودامي هني يا تريدونغا وتدامي شابيني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ودميني وين وسامي نرحما ودجوزو جو فان إكاهم حكم إنسان زهائي أبو فنوع دين فوها إكاهم سامي أبو يرحم يا رب زومبي زوم جوز ودجوا يوم حكم إنسان زهائي ويا كافر يا عصو يا تؤمني أمر موعدي في كل زمان دجال سامي هير ما يها يبي يزوكي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع منفصلنا بوكايا وندو يسلي حسن ذاتي هاجر na Ismail alema zagowe duwa bofomiwa inni askantu min dhurriyyati tehanti harmanusu yahowa na hangu tiwehanti dahu biwadin harmajangwa ghairi vizara ilmitona hata bambea wala mamaji inda baitika muharram obahuni wahenda holaha ujitukufu كما نزل رواية رسول سو كايا يالكعبة يمين كايا قبل إبراهيم يوها آدم عليه السلام شا إبراهيم وهجا قرن يبلويا يرني وهتين ليني مولاها إسماعيل ليمون بيبو كايا هم يزيم وني أفريشان جوبان وانو تيجا وني هجا تيهان تيمانا نمرومش هرمجان يرونو أبابا لو تكنولوجيا ويني موتوني من ما يفتو زوكاتي سبحان الله مبيواد هرمجاوة غير ذي زرع لتوم يا تباهل كتو جسيمة تواتاونا معانا ما يبانون ولا باماج عند بيتك المحرم وبهون مولده لها هو جتكوفو نالي الكعبة سويهان سيابوه أمر يهاه ربنا ليقيم الصلاة إلوانو جملي زي سوالة بانو إلوانو بانزيل يلو وكي بانو عبوديوة إذا قم يزيد فلزم وين أسباب داوي فجعل أفئدة من الناس نموهم وجيلي ميو يهوى نادام تهوي إليهم وغنز وانوا ولو كان شوق يجو وانوا ولو كان محبا يجو وانوا ونو التبوية هي تشاهم لهم رسالة ربيه موت وطمانا لجو وهو بي سيهن رسول الله أين مهاتوه أين مهاتوه أين الله يجعل ذاته رمويس مفجعنا أفئلة من الناس وهي زر جايلية يليو يهوى نادى نور مامين أو نيروس يوى أمين تهوي إليهم ولك لشوف يجوب عن وان وجو وونا ورمشيها وارزقهم من الثمرات وارزقية زكالي تزهيني تونالوتي بي na haini mmea laallahum yashkuruna wena wajudu shukuria awo warzukuhum minathamarati
mwengo limwe mimea yene gashi la benu harumwe tiida akansile kautajiri ha abaraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shala bakawa mwalimu wa mwando harumwe dunia wanaluna gashi awe mwalimu marunda tikutike mriba shahili marume kutu kwa zamanadamu ya ishiro yotunda warizukuhum bila thamarati la'allahum yashkurun. Kwa masala wanazweli watutorakina yobani Ibrahim alayhi salam wabalaya mrumishene mwane dawe hansi ya jyoti ya nienza sinarwabaha yinu wali uzifanya ujwaya hati mrumishene wana kudu msafara wadini atubala telefoni ndio afanya mtu mengomine na wafe watife tuanze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujao Ibrahim alayhi salam alizoea baba ukayoyazi fanya hao yakaya Mwenyezi Mungu amwambia inu nabii ya alama hili katiza gonga Mwenyezi Mungu ape uwezo mzangu Abu Haragemia tukamjua hifadhi hajara ni mwana hai chao nduro wadi wa kwenye ngomine watunukawa hati kilu ya sukari na kilu ya tole yoti dini abu hele hoi nini nani e wajibu ya kwa ya mwando ndo angali mwana hoi ni mrumshe hoi yone wajibu ya mwando bada kwa hivyo bali nishadini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakini basi taka hui uja hawi nji taka kuwa wati mahamili watunukawa hati nareli wa hupe kaila mungu yono mwazadu Mwenyezi Mungu tija ganzao urekeze asbabu tawakali Mwenyezi Mungu na ndio kwa follow hati wangu wadogo wa kuja welewa wa hati za Ibrahim worohoza chume ngomine chawe misoka kati hati kwa vina baini ya chawale ga juba tosha kati hati juna la sukari ga njo na juba tosha ala wazi kumi ngomine rotazi yenu chenike toka mdogo wa hospitali katika kama ni majarobo zile jina hizo chao toro hada hida 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 ashe wewe usila mwili si jaro basi itikadu alasbabi wajib yu wajib ngalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambia mtu mkaya na mtu uhifadhi wallahu yasimuka minan nas mtu uhifadhi hapo kani kabla mimi mwanangu wala la siku haka kana haja mna Mwenyezi Mungu mkifadhi kama ni lite cheka dar mapodo yo vahe ni ngo yo kama ni protection na Mwenyezi Mungu akakuja kuhifadhi akawa kile ya Madina kadini kwa hasa juu na kwa ndio kwa hasa juu hadi kwa leo sasa mbona ili asiye la sema kafiri au kafiri kwa Paris wani yako kama Mwenyezi Mungu mkifadhi chahara ya haini nzia yote hifadhi wa tibia yule heli ila hemze ya baba bele mrejua hapa jeni wafanye hazisha ni wangu kikubaliwa sketi ya hodo bakaliwa juha bado wafanya hazi kama ndio wangu kirede je kubaliwa na yule kweli chama na kazi mwanzo ndio ya rabbi ya rabbi ya rabbi hai bado wangu kwa sita hapo na fedha kazi na sita na ndio ile sababu ngamzao mwanadamu ndio ile sababu ila ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم Sisi hatu wanawanu, imwana hoi, ni mrumisha hangu hoi, he amriya hao, harumai kula sinziro yinu, ito mme ya mbamuri, ito na tava maji, watona wakutena. Tuwe hati manu, ili wadu wakudia. Tuwe nga mwabu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujailie. Emiyo, ya he nusu yao wanadamu, na chakamulu wa aminu. Waluka na ragba, na shauku, na mahabba, yuanzu mwani yao. Warzuku humbina thamarati, wabulie haini kheri yao wazibia. Haini kheri yao wazibia wafungulie. Laallahum yashukuruna, kwenda wadhu shukuria, wawuhimilie. Amwambe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amsalitia ubedu wa yuwa kwa tukahini. Hadi nabii wangu si ulimwengu hivi. Aongea kwa kuna Ismail ndiye ambaye hitibala ili aje azae ata Muhammadun
عليه الصلاة والسلام لجهاز المبالاة لجهاز المبالاة يلي قصة يا إبراهيم نملاه حي فلسطيني مجدو وجاء مكة المكرمة قولوا ونزيوني وهي تاريخي ورب يوكايا ورب وباكيا به جابوا ورب ما أوريجينال أسويل جابوا ورب فوتوكوبي وابو مستعيدا بين إسماعيل ورد فوتوكوبي شو ورب أسويل ورب وكال يمان اليمان ردو موت ليه ورب وكوين جابوا ونسوكايا تجاو ولنتو يزايام ورب وإلي جوه Manda kwa mamlaka tushata ya ngamia waka nusu ya wanguwa rambi uwarene wahali tu. Zupi ya zuri wa zonezi. Hata wanazi yoni wafa wita khasusu ya hei luga shara. Wajoke hati luga huyu yudhifi rambao wiza makalima baina huwa rambuwa hile juu nuwarambuwa nuwarambuwa. Zupi ya zuzi warini zivungula mifamwezi wanazuri wa wanazuri wa zi. أبوكزي يودي درس في علينو شادو شادي زوكايا نرغو جيزو سبحانه وتعالى ريونيو تكوفو جزدي تكوفي كاو جولو جيريو مدين بيلي وكامو من نزرون بويو نيزو سبحانه وتعالى ياتبزون جواتون اهتمام يهاتو ني قرآن لنبير ليزي وهي قرآن من أسويل يهون جيون ونرغو جيزو سبحانه وتعالى هرمانسي وجاشبانو رجيها المسابقة وهي قرآني وكاو مسابقة ومجوفا نشيها حنم نبيلي نغوزن يوزو نشير نسيها وكاو مجوفا نيوا هي هو جاو نزن يوزو نشير نوهيا نشير نبي مبرار وكاو مجوفا نشيها هي هو جو جو جايا وكاو فشلا مسابقة هو سينو فجاه لي معاها شو نماهش إذا زيلو كان رجاسيبكو مريكي na resefwe komori pia haini wana mkomori na wanyafa nyo musabaka huo agulemi wango zimati na sani sumesu Qur'ani usawa tuziwa wabeho wana hawabe mjezo subhana wa ta'ala peni ke kibla jane Qur'ani insha Allah wa ta'ala hongi ya uswansi pia nizoro kwa zahatu na resimilie heze fikira na resimilie heze mali na Eze mfuhu zonti pia la zirubishihe, khaso kani wezi mtu kufuha mada unu. Mfikiria maa hii ujuzisa, ujua mbibe mama mana waluna zirubwa hizo, ika maulana al-Qadhi, ika kundu watu kini Muhammad Tawfiq, na watu dhawa wanti pia. Robe mnye zinu subhana wa ta'ala, usabaka wa ubirenu, insha Allah ta'ala, wa jemaruna mema, kato ni zulta hao, jendero na wanahatu wezi nikiti hati ya hii Qur'an, awe yetu kantarima vya zirubwa hizo, insha Allah ta'ala, ya huwa, njawi ya mkumanisa bada wame tifanyeze njuzuza mengomero na nishirini za tuzi yukunga hapo mbaleze lezonga yukuparawe ni hapu hapu mjimu vite mashababi mbibyo huduria mbibyo shidiye yule Qur'ani nana ni waze wa hafi ya mbibyo shida zupia yudawa mbibyo mojema na sarumi ramadhani nani na mnema mafundu wa hiba balashiyo mbibarawa hapu mbeze mtatilisho wana wajua fanye mbusabaka huo yena mnikao wajua fanishiha Nabduka na bagabuwe duka pada wana insha Allah ta'ala Nabdu ureseve wajeni tena Usikul duka hutolea insha Allah ta'ala Nabdu ureseve wajeni Wajuhu la wanze Awjartoleo musabaka uu Jezwa piyame sema mjula mbilazo Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadi Wa ala alihi wa sahbihi Wa alhamdulillahi wa rabbil alamin